تأخر حمل غير معروف السبب. هو غير معروف السبب طول ما انت بتتعامل بره الصندوق الاسود بطن المرأة، طول ما انت بعيد عنها فانت مش شايف، بتتعامد على تحاليل واشعة مش عارف توصل. لما ربنا بيأذن ونصل الى موقع الحدث بقى اللي هو المبيضين والانبوبتين والحوض، تأتي الانفرادة. مش عارفة، يمكن الموضوع مش مستوعبة او مش متخيلة كده. سنين تقريبا يعني لفينا لفة محترمة جدا، بحس بمغص وكده. فقلت له معلش يا محمد نعمل تحليل مش هنخسر حاجة. قال لي يلا عادي، ما احنا عوضينا بنتفسح اهو. بس عملناه امبارح طلع بوزيتيف. اهلا اهلا يا دكتور، ازيك؟ مبروك مبروك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه احكوا لي انتوا بقى. تمام والله. احنا مصطفين كان عيد ميلادها وبنتفسح، وجينا فجاه كده قلنا نعمل التحليل، والحمد لله يعني لقيناه بوزيتيف في الاول. يعني احنا كان كشف الصراحه يعني، ولما حضرتك قلت لي لا الدنيا لطيفه والامور تمام وكل حاجه، صدفت معايا كان في واحد صاحبي في اشعه، ففجاه دخلني في قصه اللي هي حاجز رحمي. لما حضرتك رحنا رجعنا برضو اللي هو انا شاكك في الكلام، رحت لحد تالت فاكد ان مفيش حاجز رحمي، فلقيت حاجه كده تلقائيه ربانيه يعني. فلا هكمل مع دكتور سيد يعني، في ارتياح حصل. لما رجعنا دكتور سيد حسيت الكلام ان هو مش موضوع ان هو كان في دايما عندنا مشكله كذا دكتور، كان نروح يبدا يقول لا لازم نشاطات، لازم مش عارف حاجه. تمام، حتى احنا كنا بنمشي ما بنكملش اللي هو عندنا في البلد يعني. وجينا لحضرتك والحمد لله يعني مشت على الفابيوليشن شويه وعملنا العمليه. تمام، وعملنا منظار ساعتها واكتشفنا موضوع الغشاء البروتوني ده اللي كان. بس والحمد لله كده ثالث شهر بالظبط يعني. احنا كان 3/11 ده ثالث شهر بالظبط. 3/11/2020؟ والنهارده 6/2/21، 3 شهور بالظبط. احنا هي حتى ما كانتش متوقعه ان الشهر ده في حاجه. مفيش بيشنت بيجي ان هو بيدلع، او مفيش بيشنت ما عندوش مشكله طالما جه وانتظر وكذا حاجه. تمام، انا عندي في البلد الحمد لله بقالي فتره 7 سنين دلوقتي. فبيشنت جاي لقيت نفسي في مس دايجنوز او في احتمالات، لازم افضل وراها مره واثنين وثلاثه وعشره يعني. دي في الحته دي فكده اتاكدت اكتر يعني الموضوع ان هو لا يعني لازم نفضل مره واثنين يعني. احنا لما عملنا في الاول اشعه، وحضرتك حتى قلت لي لو حتى اشعه صبغه ما كانتش هتطلع حاجه. بعد 4 شهور كزوج مش كطبيب، تمام، عمال بتضغط في كل حاجه، في دايما يعني في ضغوط نفسيه، منها هي كمان نفسيا قبل قبل الاهل يعني. الاهل يمكن كنت بتعمد ان محدش يحاول ياذيها نفسيا في الكلام. بعد كده لا كطبيب اللي هو لا ما عنديش مشكله يعني، سنه 2/10 تمام لسه الحمد لله ما فيش مشكله، فنقعد براحتنا. تمام، واللي هو دايما كانت عندي مشكله مش هاخد حاجه تاذيها وتعمل لي مشكله فيما بعد. احنا رحنا لكذا دكتور كتير ومفيش حاجه مفيش حاجه. طيب ايه الحل؟ الصبر. ماشي نصبر وكل حاجه، بس يقولوا لنا مثلا ايه السبب او نعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. لا اهو ناخد منشطات وخلاص. فبصراحه كان في قلق في الاول، بس اهو الحمد لله ربنا يسر لحضرتك. مبروك ومبروك للمنيا. الف مبروك. الف مبروك. العفو. الف مبروك. مبروك.